وليد العزيز، لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضدك منذ عام 2011، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي، ولقد أكدت لك خلال أيامك الأخيرة أنني سوف أستمر على الطريق لتحقيق تبرئة لا لبس فيها لك ولأسرتنا لقد وعدتك بمواصلة الطريق بتصميم لا يلين لتحقيق هذه التبرئة في ساحة القضاء الدولي وبعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من عشر سنوات صدرت أحكام وقرارات متتالية باسمك وباسم أسرتنا من قبل أعلى السلطات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه، لتبرئنا وبشكل قاطع. طوال هذه المعركة، وحتى في أحلك أوقاتها، كنت أنت دائما على ثقة رغم كل الصعاب، بأننا سننتصر في النهاية، حتى ولو بعد رحيلك. ولقد رحلت عنا يا أبي، ولكننا بالفعل انتصرنا، وفي ساحة القضاء. لقد كانت هذه هي معركتك الأخيرة، خلال تاريخ حافل بالمعارك والصعاب، معركة واصلتها نيابة عنك، معركة واجهتها أنت بصبر وببسالة، بعد أن أفنيت عمرك في خدمة الوطن، محاربا من أجله، ومدافعا عن مصالحه، لترقد يا أبي في سلام، ويتغمدك الله برحمته